السلام عليكم اليوم نقدم معكم حرشة سائلة كتجي شيشة والديدة والأهم أنها سهلة نحتاج أول شيء نصف لتر من الماء كنضيفو معاه واحد نصف كاس ديال الزيت كنضيفو واحد كاس ديال ياغورت طبيعي أو ياغورت محلى واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الخميرة الخبز وجوج معالق ديال السكر الخشن أو السنيدة كنضيفو بيضة واحدة وكنخلطو المكونات جيدا بالخلاط اليدوي حتى كينسجمو ليا المكونات من بعد كنضيفو ربعة الكؤوس ديال السميد الرقيق كنعبرو بنفس الكاس اللي عبرنا فيه المكونات وكنزيدو واحد كيس ديال الخميرة أولا بيكين بودر وشويه ديال الملحة نخلط المكونات كاملين حتى كنحصلوا على هاد الحرشه السائله كنحتفظوا بها لمده خمسة ديال الدقائق فقط عاد نرجعوا ان شاء الله باش غادي نطيبوها هنا من بعد ما خمسة دقائق كما كتشوفوا خاص الحرشه ديالنا اولا السائل ديالنا يجي بهذا الشكل هذا يكون شويه عقد اولا شربة السميد من بعد كنسخنوا المقله تندهنوها بشويه ديال الزبده وانا غادي نخدم بهاد مول الصغار ديال الحرشه كما شفتوا السائله غادي تشوفوني كيفاش نخدم بها كي ساهلين في الخدمه ديالهم ستفوهم في الطاوه ديالكم بدو تصبوا النصف فقط ما تعمروهاش كامله باش ما تخواش لكم كديروا النصف ديال المول فقط فهنا غادي يخرجوا لي تقريبا تقريبا يخرجوا لي 19 حبه ديال الحرشه غادي نعمر كل شيء وهنا ضروري البوطه تكون ناقصه قتلوها مزيان اللي عندها البلاكات دير رقم واحد فقط وتخلي الحرشه ديالها كطيب مزيان تتشد في راسها عاد باش تنقلبوها على الجهه الاخرى باش ملي طبينا الجهه الاخرى عاد باش يمكن اننا نحيدو لي مول هنا كما شفتو من بعد ما طابت صافي لي مول كيبداو يتحيدو الريوسهم هنا يمكن تمكنو آه يمكن لكم انكم تدهنوا لي مول ديالكم بالزيت قبل الحرشه ديالنا هي طابت كما كتشوفو غادي نزولوها وغادي نوضعوها في الاناء ديال التقديم باش نشوفو النتيجه ديالها الزوينه ان شاء الله انا عارفه انها غادي تعجبكم لان كتجي غزاله غزاله كنتمنى على الفيديو نال إعجاب ديالكم ما تنساوش انكم ديرو اعجاب اكسبلور الفيديو وتخليو لي تعليق ديالكم زوينه والوصفات ديالكم اللي غادي تطلبوها ان شاء الله السلام عليكم